can't take photo. Is this? القرية دي اسمها قرية كفر داود، تمام، تبع مدينة السادات محافظة المنوفية، تمام. البرنامج التسميدي اللي حضرتك اشتغلت بيه على حضرتك، المنتج الاول المنتج اللي حضرتك زرعها ايه؟ الزراعة دي فول سوداني، تمام. حضرتك زرعه من امتى؟ انا زرعه من شهر 5، تمام. البرنامج التسميدي بتاع حضرتك 5. اللي انت اشتغلت بيه البرنامج التسميدي، انا كنت شغال الاول ازوت، تمام، وطبعا ما كنتش نعرف حاجه عن صني، تمام، لان طبعا السوداني ما كنتش حد نعرف حاجه عن صني، تمام. فانا عندي سمار موز، تمام. اشتغلت بصني في شهر 4 في الموز، تمام. بانت النتائج بتاعته والتاثير بتاعه، تمام. فبدات طبعا نتجه لان اي زراعه لي اي زراعه نجربه في المحاصيل الثانيه ويبان فيها معايا، تمام. استخدمت هنا معدل شكارة للفدان، شكارة للفدان طول الموسم، طول الموسم، طول طبعا طول الموسم استخدمت حضرتك شكارة للفدان، وده المحصول بتاعه ان شاء الله. ايه اللي حصل يعني قبل كده يعني بدايه ما بدات تستخدمه في بدايه العمر؟ ايه اللي حصل؟ في بدايه العمر لو هو وهو كان مثلا الحب زي كده، تمام، وكان زي كده، تمام، اللي هو الدور ده، تمام. لما بدات نستخدم صني طبعا، تمام، بدا القرن يبقى بالطريقه دي، تمام، ويملى كده وينشف بالطريقه دي، تمام، وكله زي ما انت شايف كده بالوضع ده، تمام. ايه تاني شفته؟ شفت نتائجه على طبعا الثمار موجوده والنبات ذات نفسه، كان اخبار المجموع الخضري بتاعه ايه؟ ما هو الخضري قدامك حضرتك اهو، تمام. لان كان يعني قبل كده قبل ما تتشغل بصاني كان المنظر ده حضرتك لا لا لا, لا ما كانش فيه نمو خضري بالطريقه دي، يعني تمام. وكان طبعا انا عارف من الموز ان صاني بيعالج الاعفان والتربه، تمام، اعفان التربه تمام. واي امراض في التربه، فهو بيخلي النبات يقاوم، تمام، وطبعا زي ما انت شايف كده، تمام. والنتائج زي ما انت شايف حضرتك كده، هو خلاص كده المحصول بسم الله ما شاء الله، يعني كده يعني انت شايف ان المحصول ده مرضي ولا؟ طبعا طبعا. يعني قبل كده مثلا حضرتك كنت مثلا، تمام، حضرتك ما شاء الله الحبايه ناشفه ومستويه، مستويه، وصلت لاعلى مرحله، تمام، اللي هي ديت كده فتره الحصاد، تمام، ان شاء الله يعني 10 ايام بالكتير وهيبدا الحصاد. تتوقع مثلا زياده في الانتاج قد ايه عن قبل ما تستخدم صني؟ زياده في الانتاج ان شاء الله يعني اقل حاجه 40% باذن الله، يعني ان شاء الله مش شايف اكتر من كده، ان شاء الله بعد كده هيبقى فيه اكتر، لان احنا اتعاملنا مع صني في فتره متاخره، لان ما كناش نعرفه قبل كده، تمام. ما كانش عندنا علم وما كناش يعني واثقين ان هو هيوصلنا المراحل المتقدمه بالطريقه دي، يعني حضرتك فعلا سمعت إن من حضرتك الناس ما كنتش مقتنع، بس ما كنتش مقتنع في الاول، لكن مع طب اقتنعت ليه؟ يعني اقتنعت. ايه اللي خلاك تقتنع؟ يعني كل الدلائل اللي قدام حضرتك في النمو الخضري والثمار بتدل ان ده اسماد عالي الجوده، تمام، وليه معدلات عاليه في الامتصاص بتاع الثمر ده، والمحصول بيكون ليه زياده عاليه، تمام. انت تنصح انا ننصح كل اي فلاح عشان يوفر على نفسه حاجات كتير ويوفر على نفسه عناء ان هو يستخدم صني، ما شاء الله ما شاء الله، نمو خضر عالي، ثمار سمر بطريقه عاليه. الجدر كان عامل ايه؟ الجدر هنا نضيف، الاول الجدر كان اسود وتحس ان هو محروق، تمام، لان هو اللي بغذي النبات ده كله الجدر ده، طبعا اساس النبات، طبعا لما يبقى فيه مرض في التربه، تمام، بيبقى فيه معدلات عكسيه على النبات، تمام. لكن بالطريقه اللي احنا اشتغلنا بها مع صني الحمد لله وصلنا لاعلى محصول واعلى معدلات في النمو الخضر، ما شاء الله. يعني حضرتك مبسوط ولا؟ انا الحمد لله احلى انبساط يعني عن قبل كده ولا؟ كتير معك؟ كتير طبعا، الحمد لله والشكر لله ان انا لله وصلت بالمحصول ده لمعدل عالي ومحصول، يعني ان شاء الله باذن الله مش هتسيب صني، لا عمري. وننصح جميع الناس اللي هي بتشتغل في المجال ده ان هم مش يسيبوش صني،
اتجهوا للصني ويوفر عليهم ازوت ويوفر عليهم اعفان وامراض في التربه ومقاومه وحاجات كتير. ربنا يبارك لحضرتك. الله يخليك. شكرا لحضرتك. الشكر لله. شكرا لله. متشكرين. السلام عليكم. شكرا. انا عبد الله طلعت 100 والله. هو المهم اخلص كده ولا